التميز المصري سواء في قطاع الإنتاج الحربي أو في قطاعات وزارة الدفاع أو في قطاعات الهيئة العربية للتصنيع أو الشركة العربية العالمية للبصريات، وهي كلها أجنحة عارضة هنا. وسوف يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل بتفقد هذه الأجنحة، هذا إضافة إلى أجنحة الدول الشقيقة. ها هو الرئيس الآن بدأ جولته التفقدية، كما كنت أحدث حضراتكم توا، يتفقد الأجنحة المختلفة المصرية وكذلك أجنحة الدول الشقيقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كذلك هناك مشاركات عربية أخرى من عدد من الدول العربية المهمة، هذا إضافة إلى تفقد السيد الرئيس لعدد أو لقطاعات من أجنحة بعض الدول الصديقة كالجناح الفرنسي وجناح الولايات المتحدة الأمريكية وجناح كوريا الجنوبية. إن مستوى العارضين هنا والمشاركة المميزة في معرض إيدكس للصناعات الدفاعية هو خير شاهد وهو خير دليل على أن اللحن والمعزوفة المصرية قد اكتملت في أروع نغماتها، ليراد من كل المشاركين بمختلف المستويات أن يشاركوا هنا في هذا الحدث العالمي المهم. يبدأ السيد الرئيس جولته التفقدية سيرا على الأقدام ما بين الأجنحة المختلفة، وتدخل الوفود من الدول المختلفة كذلك الوفود من الدول العارضة إلى هذا الجناح. ومسؤولي هيئات الصناعات الدفاعية ل 78 دولة من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم. تم تنظيم معرض يا فندم على 3 صالة عرض رئيسية بإجمالي مساحة 16,000 متر مربع، تم شغل 100% من المساحات المخصصة بمشاركة 386 شركة تمثل 42 دولة، معظمها من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية. صالة العرض رقم 2 يا فندم 138 شركة تمثل 14 دولة. صالة العرض رقم 3 159 شركة ل 14 دولة. صالة العرض رقم 4 ل 89 شركة تمثل 14 دولة من بينها مصر. مخطط مرور سيادتك يا فندم تفقد صالة العرض رقم 4 ثم صالة العرض رقم 3 فالعرض الخارجي ثم المرور بصالة العرض رقم 2 ومغادرة بسلامة الله. اتفضل يا فندم. جناح مجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة فندم تكون من 12 مركبة أنواع، 6 بالعرض الخارجي 6 بالعرض الداخلي. مركبات العرض الداخلي فندم مركبة تمساح 4، مركبة شركة التصميم المصري الأوتوبيس المدرع، مركبة تمساح 3 الكاملة والبيك اب، المركبة تمساح 5. تم تصميم يا فندم جميع المركبات ب
مركز مركز التصميم الهندسي لمجمع صناعات الهندسيه للقوات المسلحه. راعينا فنن فيها انها تكون طبقا لاحدث نظم التصميم، وراعينا ايضا ان تكون المركبات مختلفه الانواع والاحجام لتتناسب مع التجهيزات والمهام المكلفه بها القوات المسلحه والشرطه المدنيه. تم انتاج فنن المركبات بالمجمع وبالتعاون المشترك مع وزاره الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع والقطاع المدني. المركبات يا فندم مجهزه بكاميرات وشاشات تحكم داخليه واجهزه اشاره تحقق الاتصال بجميع المستويات. ايضا مجهزه بمنصات اطلاق ذات الحركه محمل عليها اسلحه مختلفه الاعيره حتى نص بوصه، وايضا اجهزه رؤيه ليليه وحراريه واجهزه تتبع عالي تمكن الطاقم من التعامل من داخل المركبه مما يحقق اعلى مستوى حمايه. مركبة مساحة 4 فندم تم تصميمها طبقا لأحدث نظم التصميم، نظام التحميل المباشر على جسم المركبة لسهولة التكييف طبقا لمتطلبات القوات المسلحة. تم دعم المركبة فندم بحماية أرضية على هيئة في شيب بتحقق لمستوى حماية بي ار 6 ستانك 4، محرك قدرة 250 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي، طاقم المركبة 8 طاقم. مركبة شرم الفندم تم تصميمها بالتعاون مع شركة ريمول الفرنسية، مستوى حماية بي ار 6، قدرة المحرك 180 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، طاقم المركبة 6 طرد. الاتوبيس المدرج دعم لحماية أرضية تحقق مستوى حماية بي ار 6 ستاني 4، حمولة الاتوبيس 39 راكب، محرك قدرة 400 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي 39 ذات. مركبة فندم التمساح 3 الكاملة والبيك اب، مستوى حماية بي ار 6 مزودة ومحرك قدرة 205 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، طاقم المركبة البيك اب 4 فرد، الكاملة 6 فرد. مركبة تمساح 5 فندم مستوى حماية بي ار 6 مزودة بمحرك قدرة 245 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، الطاقم 4 فرد. جميع المركبات الفندم متوسط مدى العمل لها من 400 ل 800 كيلو متر دون اعادة متر. اي عمر يا فندم؟ رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحرب، أعرض على سيادتكم بعض منتجات الإنتاج الحربي في مجال المدافع. المدفع الهاوتزر 122 ملي بمدى 20 كيلو متر، الهاون 120 ملي بمدى 7.5 كيلو متر، القاذف الثنائي المضاد للطائرات 23 ملي بمدى 2.5 كيلو متر. يا في مجال المركبات والمعدات المدرعة، بناء على توجيهات سيادتكم تم تنفيذ وتصميم المركبة المدرعة سينا 200، مستوى الحماية للجسم ستناك 2، مستوى الحماية ضد التفجيرات ستناك 4. المركبة
طقم المركبة 6 أفراد. المركبة يمكن تجهيزها بعدة تجهيزات مختلفة، والعينة المعروضة أمام سيادتك يا فندم عينة مجهزة بمنصة إطلاق ذاتي رشاش نص بوصة بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات. تم إنتاج 3.0 يا فندم. العربة المدرعة ST500. المستوى الحماية للعربة أستناك 2. العربة الطاقم 6 أفراد. سرعة العربة 90 كيلومتر، تعمل لمسافة 700 كيلومتر. في مجال معدات المهندسين العسكريين، الروبوكات الذي يستخدم للتعامل مع العبوات المرتجلة والشراك الخداعية. الروبوكات يا فندم يعمل بالتحكم من بعد حتى مسافة 500 متر، مزود بذراع 2.5 متر، ويمكنه التعامل مع العبوات حتى 100 كيلوغرام. الكوبري الميكانيكي المحمل على شاسيه دبابة M60. الكوبري طوله 22 متر ويتحمل حتى 70 طن. وهي أوامر يا فندم. تمام يا فندم. مهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع تلتمية الحرب. هعرض على سيادتك يا فندم منتجات الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر الأعيار الثقيلة. تم بحمد الله وبدعم من سيادتكم تصنيع الرشاش المصري متعدد الأغراض عيار سرعة 62 في 51 ملي بالقضة المزدوجة والدبشك الخشب وبالسبية الثنائية والثلاثية، وقد تم البدء في الإنتاج الكمي. تم يا فندم التعاون مع إدارة البحوث الفنية والتطوير في تطوير وتصنيع بعض المنتجات، تطوير البندقية الآلية عيار 67 في 39 ملي، وذلك بواسطة استبدال الأجزاء الخشبية وغطاء الجسم بأجزاء مصنوعة من سبائك الألمنيوم ومادة البوليمر لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال ولإمكانية تركيب الأجهزة البصرية وأجهزة التنشين عليها. يتم يا فندم الدبشك، يمكن أن يتم دبشك، يمكن أن يتم السلب ويتم امتداده ويتم تقصيره وطوله طبقا للمستخدم، وتم تزويده بقبضة أمامية يمكن أن تستخدم كسبية ثنائية. وفي مجال التصنيع يا فندم، تم تصنيع قاذف القنابل السداسي عيار 40 ملي متر والذي يستخدم مع أفراد المشاة وكافة حماية يا فندم من السوق المحلي، ويتم تصنيع كافة الذخائر المستخدمة معه. وفي مجال الأعيار الثقيلة، يتم تصنيع ذخائر المدفعية والدبابات والهوينات، وتم إنتاج الذخيرة 115 ملي سابو عمليات المستخدمة مع الدبابة T62 وبقدرة اختراق 2.5 ضعف القدرة الحالية، والذخيرة 155 ملي التي تعمل مع الهاوزر 39 عيار L5 والهاوزر 52 عيار شديدة الانفجار وحاملة القنابلات وتعمل بمدى حتى 40 كيلومتر. وأخيرا يا فندم، وظيفة الأعماق الصاروخية طراز دورس 1 التي تعمل ضد الغواصات وبعمق حتى 300 متر. وأي أوامر يا فندم؟ العربية التصنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. جناح الهيئة العربية التصنيع فندم، استاذن سيادتك في تقديم العرض. الصناعات العسكرية في الهيئة العربية التصنيع فندم تتركز في 4 اتجاهات. الاتجاه الاول في صناعة الطائرات، طائرات التدريب والطائرات الموجهة بدون طيار، وايضا فندم العمر العميقة والصيانة للقوات الجوية لتوفير عناصر التأمين الفني للقوات الجوية من خلال مركز العمر الدولي الأول والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، ويسعى 16 طائرة في توقيت واحد. الاتجاه الثاني فن صناعة الإلكترونيات، ويبتدي بمنظومة مجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار بالتعاون مع عناصر الدفاع الجوي، وأيضا مراكز القيادة والسيطرة الآلية لعناصر الدفاع الجوي والقوات الجوية، ومنظومة التحكم في مراقبة والتحكم في المجال الجوي المصري، ومنظومة تفندم مراقبة الحدود الأرضية. الاتجاه الثالث تفندم في اتجاه صناعة الصواريخ والمقذوفات. الاتجاه الرابع تفندم في اتجاه
صناعة العربات المدرعة وعربات الدفع الرباعي. استاذن سيادتك يا فندم في بدء العرض. تمام يا فندم. دكتور مهندس احمد عصمت، تتركز صناعة الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع في ثلاث مصانع، ومن انشطتها طائرة التدريب المتقدم كي 8 العاملة مع القوات الجوية، طائرة هيل جازيل تجهيزاتها المختلفة. كذلك يا فندم قامت الهيئة بإنشاء أول مركز إقليمي لعمرة طائرات الهليكوبتر المعتمد لتنفيذ العمرة لأكثر من طراز بقدرة 16 طائرة في نفس الوقت و8 طائرات سنويا. المركز يا فندم معتمد من شركة الهليكوبترات الروسية. أيضا تقوم الهيئة بعمرة محركات النفاثة لطائرات القتال والنقل والتدريب، وعمرة المحرك التوربيني خاصة أدبابة الام 1. وفي مجال الطائرات الموجهة بدون طيار، تقوم الهيئة يا فندم بإنتاج الطائرات الموجهة لتدريب عناصر دفاع الجو الصاروخية بمدى عمل يصل ل 300 كيلومتر وارتفاع 6 كيلومتر، والطائرات الأصغر لتدريب عناصر المدفعية المضادة للطائرات. ولأول مرة يا فندم نعرض على سيادتك الطائرة بدون طيار المصرية ترازنوت التي تم إنتاجها ضمن استراتيجية القوات المسلحة لتوطين صناعة الطائرات بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية ومصنع الطائرات. تم تصميم وتصنيع الطائرة بالكامل بخبرات وعقول وأيادي مصرية خالصة. الطائرة قادرة على حمل 65 كيلوغرام لمدة 14 ساعة، مجهزة للعمل مع الأقمار الصناعية. وأي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مهندس تامر محمود سامي، أعرض على سيادتك منظومات الاستطلاع والإعاقة الإلكتروني، تصنيع مشترك بين إدارة الحرب الإلكترونية والهيئة العربية للتصنيع. منظومة دي جي 400 لمجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار، والتي تعتبر واحدة من أخطر التحديات الحالية، حيث تقوم المنظومة بإعاقة وسائل التحكم والسيطرة، وكذلك وسائل المناهة عبر الأقمار الصناعية لمدى يصل حتى 4 كيلومتر من جميع الاتجاهات. المنظومة يا فندم مربوطة مع مركز القيادة الآلي المتحرك لقيادة قوة الدفاع الجوي. جهاز التصنيف اللاسلكي WR25، والذي تم تصميمه داخل حقيبة مدمجة لتسهل حمله والعمل في مختلف الظروف والأيادي. جهاز تأمين القاعات ضد تهديدات التليفون المحمول بمختلف أجياله. جهاز الإعاقة التكتيكي الذي يعمل على إعاقة الاتصالات اللاسلكية بمدى يصل حتى 10 كيلومتر، ويتم التحكم فيه آليا من خلال مركز القيادة والسيطرة الإلكترونية. تمام يا فندم. يا فندم. مهندس زياد العصبي، أعرض على سيادتك منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مراكز القيادة والسيطرة الآلية ومراكز مراقبة الحركة الجوية. مركز القيادة والسيطرة الآلي متعدد المهام، يمكنه التحكم والسيطرة آليا حتى 16 كتيبة صواريخ مختلفة الأنواع والمديات. يقوم المركز بتحديد خطورة الأهداف الجوية وترتيب أولويات الاشتباك، ثم تحليل نتائج الاشتباك وإرسال بيانات القتال إلى المستوى الأعلى. الهيئة العربية للتصنيع تمتلك جميع مقومات التصميم والتنفيذ والتطوير للمركز. كما يوجد لدينا أيضا مركز مراقبة الحركة الجوية يقوم بتجميع معلومات الرادارية من 25 جهاز رادار مدني في المطارات المدنية، واستقبال خطط التحركات الجوية المدنية من سلطة الطيران المدني، ولتكوين موقف جوي متكامل ومتابعة أداء وخطوط سير الطيران طبقا الموقوتة طبقا لنقاط المراجعة وخطوط السير. كما يمكنه أيضا استقبال نداءات الاستغاثة من الطيران وإرسالها إلى السلطات المنوطة لاتخاذ اللازم آليا. أي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. دكتور مهندس تامر شمس الدين عبد الغفار، أعرض على سيادتك منظومة المراقبة الأرضية لتأمين وحماية الحدود. تم تصميم وتنفيذ المنظومة يا فندم بواسطة مركز البحوث الفنية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. الهدف من المنظومة يا فندم هو اكتشاف وتتبع الأهداف البرية أفراد ومركبات، بالإضافة إلى توجيه عربات المطاردة خاصة قوات حرس الحدود. تتكون المنظومة يا فندم من المنظومة الكهرو بصرية، وهي عبارة عن وحدة الدوران مثبت عليها كاميرا رؤية تلفزيونية لتنفيذ أعمال التأمين نهارا، كاميرا رؤية حرارية لتنفيذ أعمال التأمين ليلا، وتحقق مديات الكشف البصري 16 كيلو متر للأفراد و21 كيلو متر للمركبات، مع وجود جهاز رادار أرضي يحقق مديات الكشف الراداري 12 كيلو متر للأفراد و24 كيلو متر للمركبات. جميع مستشارات المنظومة يا فندم مثبتة على برج معدني ثابت بارتفاع 30 متر،
كما يتم تغذية المنظومة بواسطة خلايا الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة والمولد الكهربي كمصدر تبادلي للطاقة. يتم البث المباشر للموقف الحدودي بواسطة الوسط الإشاري الخاص بإدارة الإشارة إلى مركز القيادة والسيطرة، مما يساعد على سرعة دفع التعزيزات في الوقت المناسب لمواجهة أي موقف طارئ. تساعد المنظومة فنن على تقليل حجم القوات المنوطة بأعمال التأمين للمناطق الحدودية. وأي أوامر يا فندم؟ السيد القوات البحرية فين؟ الصناعة العربية يشمل الجيش العربي منتجات التسعينات في الهرم. فندم يحتوي على عدد 9 وحدة بحرية واثنين معروض خارجي، لانش طراز بحرية واحد يعمل في القوات البحرية وقوات حرس الحدود، ريب طراز 850 يعمل في القوات البحرية ووزارة الداخلية، لانش طراز شرق يعمل في القوات الداخلية وزارة الداخلية فندم، ريب طراز 480 يعمل في وزارة الداخلية فندم، لانش طراز دولفين يعمل بوزارة الداخلية فندم، لانش سويفت طراز 28 متر يعمل فندم بالقوات البحرية، لانش صواريخ 43 متر لمهمة تنفيذ وتنفيذ إجراءات الأمن البحري، سرعة قصوى 30 عقدة، مدة بقاء بالبحر فندم 10 يوم، مدى إبحار 1500 ميل بحر فندم، تصنيع مصري وتصميم مصري. سيادتك قرويطة متعددة المهام 60 متر، سرعة قصوى 32 عقدة، مدة بقاء بالبحر فندم 20 يوم، لها مدى إبحار 2400 ميل بحر فندم، تصميم وتصنيع مصري فندم. رب قتالي 1200 رفال، الرب يتميز فندم بمدى إبحار 400 ميل على سرعة 42 عقدة، له سرعة قصوى 48 عقدة، الرب مدرع فندم في الأنبوب المطاطي ومدرع في تانكات السولر، يمكن له فندم حمل مجموعة قتالية 12 فرد مقاتل وخمسة طاقم إدارة اللانش فندم. الرب فندم تم تدعيم الأرينا الخاصة به بمادة الستانلس ستيل حتى يمكن له الإغارة على الشواطئ الصخرية دون إصابة لللانش فندم. التومكاس ويقوموا بتكبير حتى 8 مرة. دي 39 وتقوم بالاكتشاف حتى 10 كيلو وتمييز الأهداف سيادتك حتى 3.5 كيلو. منظومة الاشتباك عن بعد وسيادتك تم تطويرها بأنها سيادتك فيها التتبع الآلي والتعمير الآلي للزخيرة. في مجال التصنيع المشترك سيادتك مع الشريك الأجنبي شركة تلس الفرنسية، تم سيادتك التصنيع ونقل التكنولوجيا بنسبة 100% للنظارة جوجل ماركة لوسي، والتي تتسم بخفة الوزن 400 جرام ومجال رؤية 51 درجة. بالنسبة يا فندم لنظارة الرؤية أوسبري، وهي نظارة تعمل نهارا وليلا وحرارية وبها تقدير مسافة بالليزر ويمكنها تمييز الأهداف حتى 1 كيلو. واستكمالا يا فندم للتصنيع مع الشركات الأجنبية، تم فندم تنفيذ منظومة اشتباك عن بعد محملة على مركبة وبها اتزان وتتبع للأهداف مع شركة سكربيانو الأسبانية، وتم تنفيذ فندم المرحلة الأولى من المشروع، وجاري الآن تنفيذ المشروع المرحلة الثانية اللي هتبتدي سيادتك مع أول العام القادم وطبقا لمطالب القوات المسلحة. و
على التوازي سيادتك هيتم تنفيذ المقام اللي قدام سيادتك يا فندم، اللي احنا هنزود عليه زي مدفع رئيسي 30 ملي واثنين قاذف ميم دال. بالنسبه لسيادتك لاشتراك الشركه في المشروعات القوميه من خلال الكاميرات للمراقبه والمراقبه الامنيه، واضفنا سيادتك الكاميرا البانوراما 360 درجه ومدى حتى 3 كيلو. واخيرا يا فندم العمود الذكي الذي تم تنفيذه في العاصمه الاداريه والقياده الاستراتيجيه. اي امر يا فندم؟ جهاز الصناعات والخدمات البحريه. تمام يا فندم، لواء بحري اركان حرب محمد احمد محمود مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحريه. استاذن سيادتك يا فندم في عرض منتجات الجهاز والشركات التبعه. يعرض داخل قاعه العرض يا فندم عدد 12 وحده بحريه صناعه مصريه، عدد 5 وحده بحريه قتاليه، وعدد 7 وحدات بحريه متنوعه. النموذج الاول ويمثل الفرقاطه جو ويند 2500، وهي تصنع بالتعاون مع شركه نافال جروب الفرنسيه، وهي فرقاطة شبحية متعددة المهام تتميز بتكنولوجيا الإطفاء والتوجيه. يصل مدى الإطفاء لها سيادتك 4000 ميل بحري، ويمكنها البقاء في البحر حتى 21 يوم. بها سطح الطيران مجهز لاستقبال طائرة هليكوبتر قبولة 10 طن. الفرقاطة ميكو A200 تصنع سيادتك بالتعاون مع شركة تي كي ام اس الألمانية، وتتميز بتعدد أنظمة التسليح مع القدرة على استخدام الذخائر الذكية. مدى إبحارها يصل إلى 7200 ميل بحري، ولها القدرة على البقاء في البحر حتى 30 يوم. وأيضا سطح الطيران لها مجهز لاستقبال طائرة هليكوبتر قبولة 10 طن. لانش مرور سريع يا فندم، وهو معروض بساحة العرض الخارجية، ويتميز اللانش بالقدرة العالية على المناورة وسرعته التي تصل إلى 55 عقبة. مدى إبحاره يصل إلى 385 بحري. البدن سيادتك يا فندم مدرع يتحمل طلقات حتى 762 في 39. لانش مرور ساحلي يصنع بالتعاون مع شركة سويفت شيبس الأمريكية، تصل سرعته القصوى إلى 25 عقبة، ومدى إبحاره يصل حتى 900 ميل، كما يمكنه البقاء في البحر لمدة 5 أيام. لانش مرور ساحلي سريع، ويتميز بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، وتصل سرعة سيادتك إلى 40 عقدة، ومدى إبحاره حتى 200 ميل بحري، ويخدم حاليًا في قوات حرس الحدود المصرية. القاطرة بحرية قوة شد 85 و90 طن تراز أزموس، والقاطرة مزودة بأوناش خلفية لأعمال القطر حتى 90 طن، وبها منظومة لمكافحة الحريق بالسفن. لانش مكافحة الحريق والإنقاذ، واللانش مزود بمنظومة لمكافحة الحريق بالسفن، تصل سرعته القصوى إلى 25 عقدة مع مدى إبحار حتى 600 ميل بحري. أي أمر فهم. شكرا. مشاهدينا الكرام، كل تحيتي إلى حضراتكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتفقد أجنحة المعرض المختلفة، وبدأ بالجناح المصري مستمعا سيادته إلى شرح ومرورا بعدد من الأجنحة في داخل قاعة العرض الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي المصرية، كذلك وزارة الدفاع، وكذلك يتفقد سيادته جناح الهيئة العربية
للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، حيث يطلع سيادته على آخر التطويرات التي تدخلها الجهات المصرية الممثلة مصر من خلالها في هذا المعرض المهم، معرض إيدكس للصناعات الدفاعية. إنما نشاهده ونتابعه لهو مثار فخر لكل مصري يعيش هذا الزمن الذي فيه مصر تطلع بدورها المميز الإقليمي والدولي إلى معرض وجناح آخر. نرحب بك في جناح الإمارات للصناعة الدفاعية، ونتمنى لك جولة تنظر لأهم التطورات الموجودة عندنا فخامتك. أحب أنوه أن مشاركة دولة الإمارات في هذه السنة هي الأضخم والأكبر، ويوجد عندنا كذلك 21 جهة مساهمة ومشاركة في هذا المعرض، ويشرفنا نصاحبك في جولة. التقنية اللي دخلنا جديدة فيها اللي هي 3D printing، طبعا ممكن تركب على الطائرات الموجهة أو
بإذن الله. بنرحب وبنشكر سيادتك لزيارتنا في شركة هانهوا الكورية. K9 package에 대해 설명을 드리겠습니다. هنعرض لسيادتك دلوقتي مجموعة المدفع K9. K9 package는 K9 자주포, K10 탄약 운반차, K11 사격 지휘차로 구성되어 있습니다. المجموعة مكونة من ثلاث حاجات K9 وK10 وK11. K9 자주포는 155mm 52 구경장의 궤도형 자주포입니다. K9 هو مدفع هاوزر 155mm 52 아열. 탑승 인원은 5명이며 최대 사거리는 40km입니다. 분당 6발에서 8발 발사합니다. طاقم المركبة هو 5 أفراد. مدى الإطلاق بتاعه 40 كيلومتر بمعدل إطلاق من 6 إلى 8 وحدة نارية في الدقيقة. 이동간에는 60초 내로 첫탄을 발사할 수 있으며 정지간에는 30초 내로 발사할 수 있습니다. K9 بيقدر انه يضرب اول طلقة خلال 60 ثانية اثناء الحركة او اثناء السير وخلال 30 ثانية اثناء الوقوف. 1000마력 엔진을 탑재하고 있으며 최고 속도는 67km입니다. بالنسبة لقوة المحرك بتاعته هي 1000 حصان واقصى سرعة هي 67 km/s. K9 내부적으로 48개의 탄을 탑재하고 있습니다. والحمولة الداخلية لي هي 48 وحدة نارية. K10은 K9에 대한 탄을 재보급하는 장갑차입니다. بالنسبة لـ K10 أو K10 فهي عربة إمداد الذخائر وبالتالي هي المسؤولة عن إمداد K9 بالذخيرة. K10은 104개의 탄을 적재하고 있습니다. والحمولة بتاعتها 104 وحدة نارية. K11은 K9과 K10의 사격 지휘를 담당하는 장갑차입니다. K11 هي مركبة إدارة النيران لK11, لK10 وK9. K9 패키지는 방산 물자부 산하 100공장, 200공장과 협력하여 3단계로 진행될 예정입니다. احنا بنرتب للتصنيع المشترك مع مصنع 100 ومصنع 200 الحربي عشان يتم تصنيع K9 خلال 3 شهور 3 على 3 مراحل. 3단계는 5년에 걸쳐 완성될 예정이며 그 후 이집트는 K9 현지화율 50% 이상을 달성하게 됩니다. وخلال 5 سنين مصر هتكون قادرة على انها تقوم بالانتاج المحلي بعمق تصنيع 50% لمنظومة التسليح بالكامل. 이집트와 협력할 수 있게 되어서 영광입니다. وهو نحن سعداء جدا وده شرف لينا ان احنا نتعاون مع الجانب المصري. 소중한 시간 감사드립니다. وشكرا لسيادتك وعلى وقت سيادتك شكرا لحضرتك. معي الرئيس الأركان السعودي ونرحب بكم للمرة الثانية على التوالي في هذا المعرض المتميز، وجئنا بتوجيه من سمو سيدي الولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. نحن فخورين جدا بالتعاون مع الصناعات العسكرية المصرية، وبدأنا بتوقيع عدة عقود وخصوصا مع مصنع النسيج شركة إنسيد، وهذا شرف لنا. يعني الآن أكثر البدل اللي صنعها في عندنا في السعودية مستوردين القماش حقه من هنا، والآن مستعدين نتعاون في مجالات أخرى. وشكرا لكم دائما في تشجيعنا وزيارتنا في هذا المعرض المتميز. شكرا طالب. ربنا يحفظك. شكرا طالب.
الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن الأجنحة المختلفة حيث تفقد جناح المملكة العربية السعودية، وهو في طريقه الآن لتفقد أجزاء من أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الجناح الفرنسي. جهود مميزة في تنظيم هذا المعرض الدولي المهم إيدكس للصناعات الدفاعية. 42 دولة ونحو 400 عارض وأكثر من 30,000 زائر لهذا المعرض الدولي المهم الذي تقيمه مصر على أرضها للمرة الثانية. هذه النسخة الثانية لهذا المعرض، والمتتبع لمسار هذه المعارض وهذه الأحداث الدولية سيجد المشاركة في الحدث المصري مشاركة مميزة وفاعلة للغاية، هذا إضافة إلى أعداد الزائرين لهذا المعرض ونوعية المعروضات الموجودة هنا من تكنولوجيا فائقة لتقديمها إلى العالم، سواء في صناعة السلاح والعتاد العسكري أو كذلك في التقنيات التي يتم تطويرها يوما بعد يوم في مراكز البحوث الخاصة بوزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو الجهات المسؤولة. الشركات العالمية الكبرى حرصت على المشاركة في هذا الحدث المهم، معرض إيدكس للصناعات الدفاعية، حدث من أحداث كثيرة شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وهو رصيد يضاف إلى رصيد المصري بطبيعة الحال في قطاعات مختلفة وعلى المستويات أيضا المتباينة والمتنوعة ما بين الصناعات العسكرية والدفاعية وبين صناعات النقل التي نشاهد كذلك جانبا منها في إنتاج عدد من الهيئات والمصانع المختلفة، فإضافة إلى الصناعات العسكرية هناك يعني الحقيقة يعني حديث كبير عن ماذا يحدث في مصر. وها هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقلا سيارته بعد أن تفقد أجنحة المعرض المختلفة ليغادر أرض مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بعد أن افتتح هذا الحدث المهم للغاية، هذا الحدث الذي أعدت له مصر العدة وتنتظر الثمار لشعبها ولكل أشقائها وأصدقائها من الدول المشتركة. كل تحياتي مشاهدينا الكرام في يوم عظيم آخر من أيام مصر العظيمة.